اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. يمكن انتهينا من فقره حوار مميزه جدا مع اثنين من النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ علاء عزت، والاهلي في كل مكان في البحرين وبالتحديد مع ناقد رياضي مميز جدا، ناقدنا الرياضي البحريني الاستاذ ناصر محمد. ناصر منورنا ومشرفنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، وانا حقيقه عزيز اولا أن أكون في بلدي الثاني مصر اللي بعتز فيه وأقدرها خير تقدير ولي علاقات كبيرة فيها. حاجة ثانية أن لأول مرة أكون ضيف في قناة النادي الأهلي. النادي الأهلي له مكانة كبيرة، له تقدير كبير، الواحد يعتز فيه ويقدر دوره، رغم أنه الناس كثير ماخذين فكرة أنه ناصر محمد زملكاوي، لكن بظل حب مصر فوق الزمالك والأهلي. فالاهلي انا من الفرق اللي اعتز فيه، وخصوصا في ظل النتائج اللي بحققها النادي الاهلي. يعني لما قالوا نادي القرن يبقى نادي القرن بصحة. فان شاء الله نكون ضيوف خفاف على الاهلاويه، ونكون نقدم معلومات نقدر الناس تستفيد منها في عمق الروابط الاخويه اللي تجمع البلدين البحرين ومصر كبيره والعزيزه علينا. استاذ ناصر منورنا، اكيد وانت جاي القناه نفسك اسالك سؤال معين يخليك تتكلم في نقطه معينه او نقطه جوهريه. انا عارف ان معظم نجوم الكره المصريه اصدقاء ومن الاهلي ومن الزمالك، كل لعيبه الكره المصريه. حضرتك كمان كنت موجود بتقدم واجب العزاء في الكابتن احمد رفعت نجم نادي الزمالك، اللي كلنا بنقدم واجب العزاء في واحد من نجوم الكره والرياضة المصرية من الأساطير الكرة المصرية كابتن أحمد رفعت. بنقدم للكابتن أحمد رفعت وعائلته وكل جماهير نادي الزمالك، كل جماهير مصر، واجب العزاء. يعني أنا لما أكون واقف في العزاء، أحمد رفعت صديق عمر وأخ عزيز وامتداد لكل المدربين المصريين اللي عملوا في البحرين منذ عام 1968 وحتى اليوم لا زال بعض الاخوه المصريين عملوا وقدموا الكثير لكره القدم البحرين. احمد رفعت قد يختلف في عمق الروابط الاخويه والعائليه اللي تجمعني فيه، فلذلك الله يرحمه ويقمد روح الجنه، من الناس اللي تركت ذكرى طيبه وحققت نتائج كويسه في البحرين وفي الخليج ايضا، يعني من خلال عمله في الامارات او في سوريا. فاحمد قامه كبيره، وانا في الحقيقه يعني زعلت لكن إرادة الله، وما نقول الله إلا الله يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الحقه أم خالد الصبر السلوان اللي عاشت معاه سنوات طويلة والأولاد. يعني أحمد مهما يكون يعني قامة كبيرة، وسعدت بالروابط الأخوية اللي تجمع لعيبة مصر كلهم. يعني معظم نجوم الكرة الأهلوية كانوا موجودين في العزاء بدون ذكر اسماء على اساس ما بخش اي حد حقه، لكن يعني هذه دليل على انه الاهلي والزمالك قطبي كره القدم المصريه وقطبي الرياضه المصريه ايضا. ربنا يديهم الصحه والعافيه للكل ويوفق الجميع لخدمه مصر في المقام الاول ان شاء الله. استاذ ناصر، وبانك كبير مؤرخي البحرين في الشق الرياضي، يمكن حضرتك ذكرت ان في عدد من النجوم المصريين اللي كان ليهم دور في الكره البحرينيه، تقدر تذكرنا ب ان شاء الله يا رب ما انسي حد، لكن بدايه الانطلاقه كانت من الله يرحمه ويقمد روحه الجنه الكابتن حماد الشرقاوي. يعني وده له فضل كبير في قرص الروح الرياضيه وحب الزمالك من اول ما جاء، وكان شخصيه متميزه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. رغم ان شعبيه الاهلي كبيره ومرتبطه باللون الاحمر مع نادي المحرق طبعا، ويمكن في حاجه يعني لازم الناس تعرفها، ان نادي المحرق النادي الوحيد بعد الاهلي المصري اذا لم تخني الذاكره اللي حقق البطوله اكثر من 30 مره. البطوله المحليه، بطوله الدوري المحلية. إضافة لمسابقات الكاس أيضا، اللي هو يعني المحرق يكاد يكون محتكر زي عندكم كده نادي الأهلي، فدائما يعني المحرق صاحب إنجازات مثل ما احنا نعرف الأهلي صاحب إنجازات. يجي بعدين طبعا الكابتن عصمت غينون
اللي هو كان ماسك المنتخب العسكري في أيامها، كان الاتحاد العسكري بقيادة الأخ العزيز المستشار جلالة الملك حاليا للشباب والرياضة صالح بن هندي، جابوا أيضا مدربين محمود عبد الكريم وبعض الأشخاص اللي في ألعاب أخرى غير كرة القدم. يضاف إلى ذلك طبعا في مدربين زي الله يرحمه ممدوح خفاجي، الكابتن الله يرحمه صلاح أبو قريشة، الكابتن ميمي فكري، عندنا مين كمان، محمود السايس، مشير عثمان، دول أبناء النادي الأهلي طبعا، ودربوا كمان في البحرين، الشاذلي، في لعيبة أيضا لعبت أيضا من مصر زي شكري من نادي الزمالك كان، وعادل نسيت اسمه الله يذكره بالخير موجود طبعا، وفي أيضا من المدربين علي بجريشة، يعني في كم كبير من كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وكلهم ما شاء الله يعني عملوا ذكرى طيبة وقدموا مستويات راقية وأسهمت في الكرة البحرينية بشكل كبير، يعني رغم ان احنا يعني الله يرحمه الكابتن حماد الشرقاوي مسك الفرقه في من الدوره الاولى الى الدوره الثالثه، ما كانش يعني دائما الحظ بيوقف عند في سبيل احراز البحرين لبطوله كاس الخليج، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للفرقه في الدوره الحاليه. طيب قبل برضه ما اتكلم عن علاقه الاهلي بمناسبه كاس الخليج، ازاي حضرتك شايف البطوله الحاليه؟ والله البطوله الحاليه ظروفها صعبه، لذلك انا يعني ساعات دورات كاس الخليج ما تخضع لمقاييس فنيه اكثر من مقاييس معنويه وتحقيق الفوز، وهذه اللي تطلع لك الفريق. الدوره هذه الان مثلا تفوز في ماتش وتتعادل في الثاني ممكن تصعد الى دور الاربعه. فلذلك الان انا شخصيا خايف على المنتخب الكويتي. لو الكويت خرجت من الدوره صعب حتكون، خصوصا ان الجماهير ملح البطوله. طبعا. فلما تكون ولما تكون الجماهير غير موجوده تفقد البطوله الحس الفني اللي يسهم فيه الجماهير. فلذلك يعني اتوقع ان الدوره هذه ستكون اقلها مستوى فني. اقلها مستوى فني. هل حضرتك شايف ان الرؤيه السياسيه اللي موجوده في الخليج دلوقتي قد تنعكس على هذه المباريات ولا لاشياء فنيه في كره القدم نفسها؟ والله انا شوف، انا شخصيا دائما اعترف انا ما بحبش السياسه ولا احب السياسه، لكن ساعات الظروف تجبرك. فلذلك يعني كل يوم قاعدين نسمع اشاعات قد تفسد الهدف من اقامه الدوره. يعني على طبعا سبيل المثال انه والله ان بعض الدول قد تنسحب لو وجهت بعض المنتخبات. لا ننسي ان في المقام الاول الفيفا دلوقتي يعني بيخلي الفرقتين نازلين مع بعض بعد المباراه في المرب في الدائره بيوفوا يصافحوا اللاعبين قواعد المباريات العامه. يعني مش معقوله يعني انا مثلا اعرفك وما شفتكش من زمان، مش معقوله مش حصافحك او مش هذه هي رياضه بعيدا عن ملعب السياسه، دي رياضه. احنا يعني انا اتمنى ان الاشقاء يعني يكون في تفكير اكثر من خلال علاقات اللي تربطنا مع بعض. يعني احنا مثلا على سبيل الافتراض مش بس كوره او رياضه او اي شيء، علاقات عائليه بين البحرين وقطر، علاقات عائليه يعني على مستوى انه العوائل اللي هنا موجودين ومتجوزين وكل حاجه، فمش لكن ان شاء الله انا زي ما قلت لك مش عاوز اتدخل في السياسه، لكن كمستوى فني انا المره دي مش متفائل انه حيكون في مستوى فني ونقطه على الفريق الكويتي. يعني لو خسر الماتش اللي جاي يبقى خلاص، رغم ان الكويت عاوزه وانا سعيد بعوده الكويت الى من نشاطات الفيفا يعني طبعا، واتمنى ان شاء الله ايضا حتى القرار الاولمبي، لان احنا لسه قبل كم شهر او الكويت فازت باول ميداليه ذهبيه لكن تحت شعار العالم الاولمبي. فالفرحه غير لما يكون يعزف السلام الاميري الكويتي وفايز انت بميداليه ذهبيه، مثل ما احنا الحمد لله البحرين حققنا ميداليه ذهبيه ايضا سعدنا فيها، لكن كل يتمنى انه يفوز ويحقق ميداليه ذهبيه. تمام. حضرتك ابديت قلقك على المنتخب الكويتي وتمنيت ان هو يكون مكمل لان هو صاحب الارض، وطبعا عشان كما قلت ان الجماهير هي ملح الطعام او البطوله. طب من وجهه نظرك الفريق اللي شايفه حضرتك قد يكون الحصان الاسود في البطوله؟
هو مش حصان اسود، انا دائما اختلف واختلف في نقطه مهمه. لما حد يقول مجموعه الحديديه دوره الخليج ممكن نوعا ما يكون في المجموعه الحديديه، لكن كل الفرق متساويه مع بعض. يعني مثلا من كان يتوقع انه الفريق البحريني رغم انه احنا كنا خايفين نتعادل والفريق العراقي يتعادل معانا، مش احنا نتعادل. ف الفريق السعودي جاي تقريبا بشبه الصف الثاني، مع ذلك فاز على الكويت في الافتتاح. هي حاجات في بعض الاحيان بتاخذ فيها يعني روح معنويه اكثر من الفنيات. فالاشياء ذي بتاثر، لكن انت كل ما تعديت الخطوه الاولى عاوز تطمع ان تكون خطوه ثانيه. طبعا. توصل للمربع الذهبي عاوز توصل الفاينل، وخصوصا احنا في البحرين. لازلنا متعطشين ونتمنى نفوز بالبطولة هذه اللي طلعت وانبثقت من أرض البحرين في عام 1970. تخيل هتكمل تقريبا نصف قرن ولسه ما فزناش فيها. فربنا يكون في عوننا يعني ويدينا على دنياتنا إن شاء الله. أكيد، وأكيد الأمنيات لبلدك البحرين، ولكن بعيدا عن الأمنيات وبالرؤية الفنية، طرفي النهائي هل شايف من دلوقتي ان في فرقتين او منتخبين هيكون لهم الغلبه للتواجد في منصه التتويج في المباراه النهائيه؟ والله صعب. صعب. وبعدين حاجه لمعلومات الساده المشاهدين ايضا، دائما الكويت لما خصوصا على لما تلعب على ارض البحرين، هي فازت بثلاث بطولات على ارض البحرين، تخيل من 10. تيجي ظروف انه يكون الفريق الكويتي في مشاكل وما فيش. يعني انا اتذكر دوره من الدورات اللي هي الثامنه، فريق الكويتي تجمعوه قبل 10 ايام وقاب والله يعطيه الصحه والعافيه الكابتن صالح زكريا ومسك الفرقه، جاوا لعبوا بس كانه مشاركه في البحرين. اول ماتش مع السعوديه راحوا فوزين على السعوديه، تخ 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 اخذوا الكاس ورجعوا. فانا يمكن اتوقع ان نفس السيناريو يحدث، يعني الفريق الكويتي لما يكون في مشكله في حاجه غريبه. الفريق الكويتي دائما يعني طبعا الكل يلعب بروح، هو طبعا ما عندنا اختلاف، لكن الفريق الكويتي بيلعب بشيء مختلف في بعض الاحيان. بتحس انه الفرقه دي يعني فيها حاجه عاوزين يطلعوها، خاصه الجيل ده يعني اختفى عن المباريات الدوليه، اختفى عن بقاله يمكن كم سنه، فعاوزين يعوضوا. فما في الا المباراه اكون او لا اكون. المباراه الجايه يعني يا ان الفريق الكويتي يحقق، وخصوصا في ظل الاهتمام والرعايه الكبيره والكريمه من صاحب السمو الامير. فاتوقع حشوف الفريق الكويتي في حاله احسن المباراه الجايه. تمام، كان لازم اتكلم معاك في بطوله الخليج، ولكن ذكرياتك الكبيره بقى زي ما قلت لي قبل ما نبدا الحوار مع حضرتك على الهواء، وقلت لي ارتباطك بنجوم النادي الاهلي الكبار. بلا شك يعني اولا بالمناسبه هذه انا اتكلم عن شخص عزيز علي، وهو اللي وضع رجلي في الرياضه، ولا زلت الله يرحمه ويغمد روح الجنه واعتز بدوره في حياتي الرياضيه، اخويا الكبير الاستاذ اسامه صبري. وبالمناسبة هو الشقيق الأصغر للدكتور عادل صبري، لعيب الباسكت في النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر وأحد نجوم كرة السلة. الأخ أسامة يعني تعلمت منه الكثير في جريدة الأنباء الكويتية. على فكرة أنا يمكن أكاد أكون مش عاوز أقول أنا ضارب رقم قياسي يمكن أعتقد صعب أن أحد يحققه. أنا مراسل جريدة الأنباء الكويتية من عام يناير عام 1976. بسم الله ما شاء الله. فما في اعتقد حد يعني بيشتغل مراسل لجريده مش محتاجين نبحث عن القصه دي. اخونا ايمن موجود، هو اكبر مني في السن، ايمن بدر يعني، واشتغل وعارف. كبرش يعني. الاستاذ ايمن بدر، الاستاذ ايمن بدر لسه عاملين له عيد ميلاده ال 35. بس ان شاء الله ربنا يديه الصحه. حضرتك 36 يعني القصه قريبه. هو عموما مش هيعدي ال 50 وانتم على كيفكم. أسامة صبري له دور كبير، هو واخ عزيز من الكويت اسمه عبد المحسن حسيني، يعني دول اعتز بدورهم. وطبعا اسامه هو اللي ربطني، وكان دائما بيتري علي لما الاهلي يفوز، والاهلي دائما بيفوز علينا كزملكاويه، فخذ. هم اثنين في حياتي لهم دور كبير يعني في حب المناوشات بين الاهلي والزمالك، اسامه صبري
والله يعطيه الصحة والعافية معالي الشيخ عيسى بن راشد وزير الشباب والرياضة. على فكرة ها. طبعا الصورة هذي حطانا. هذه الشيخ عيسى والأخ الكابتن حسن حمدي، والشيخ عيسى طبعا من عشاق النادي الأهلي اللي بيموت في النادي الأهلي، ودائما يعني لما يكون في البحرين أسرة النادي الأهلي بتجتمع معه. وأقول لك حاجة مش سر يعني، لكن يلا لا انا عايز اعرف كل الاسرار. لا يوم ماتش الزمالك على كاس افريقيا اعتقد اللي خسروا الزمالك، لعيب مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاخ حسن حمدي كان موجود في بيت الشيخ عيسى بيتعشوا، فاكلوا عشاء حلو يعني طبعا. وزعلت انت؟ بتزعل كثير انت؟ اكيد ازعل، حب الزمالك يعني مش عاوز اتكلم فيه، لكن يعني تعودنا الله يرحمه حماد الشرقاوي. وبعدين ما تنساش انه يعني الزمالك، انا دائما كنت بقولها، اللعيب اللي طلعوا برا اغلبهم كانوا من الزمالك بعكس الاهلي. الاهلي بعد حرب 67 في الخليج بالذات بدايه كابتن حسن شحاته طلع، وكابتن حمد الشرقاوي طلع، واكثر من لاعب طلع، حسن وعمر النور وطه بصري وسمير محمد علي بالضبط. الاهلي في لعيبه كثير. الاهلي في السنوات هذه كان الله هديو كوتي كان مدرب الفرقه، فركز على المجموعه دي اللي هم المجموعه الذهبيه والالقاب وهذه منه فيهم اثنين طبعا زي ما قلت لي الحين انت، يعني الدكتور مصطفى عبده والكابتن مصطفى يونس بن الدين مصطفى، هذولين الاثنين يعني من اعز حبايبي. في كريم حاطط لك صوره اهي برضو. دي لفريق المحرق في معسكر في القاهره، بيشارك في بطولة مجلس التعاون في جيم معسكر القاهرة، وشايف بسم الله ما شاء الله الكؤوس الموجودة دي في نادي الأهلي في الجزيرة، فطبعا الجماعة سعداء وشايف فيهم يعني ناس من قمة المحرقاوية زي الشيخ خليفة بن سلمان بن أحمد كان رئيس الوفد، وده من خيرة اللاعبين، وده على فكرة يعني رغم أنه كان هداف وداخل خط ال 18 لكن بيحب حاجة غريبة، بيحب يطلق عليه المايسترو. ليش؟ تيمنا باسم صالح سليم الله يرحمه طبعا. وصالح سليم انا بقول لك حاجه، انا لسه زعلان ان ما شفتش صالح سليم ولا مره رغم حبي وتقديري له. فصالح قامه كبيره وعملت للنادي الاهلي، يعني هم كلهم انا ما شفتهم، لكن بيتهيالي اولاد سليم يعني لهم مكانه كبيره في النادي طبعا الأهلي. والحمد لله الواحد يعتز فيهم ويقدر دورهم، وصالح بالذات غرس في الجيل اللي جه بعديه. يعني لما قال كابتن حسن حمدي هذه صوره منتخب البحرين في استاد النادي الاهلي وبرج الجزيره واضح طبعا، معسكر هنا في 74 استعداد لدوره الخليج، علاقات تاريخيه بين استعداد لدوره الخليج اللي دلوقتي مقامه في الكويت، ف 74 كانت الدوره في الكويت، فدي الفرقه اللي كانت جات واول في معسكر في القاهره. اول مره الله يرحمه حمادي الشرقاوي لما جاوا اللعيبه طبعا بحكم العلاقه والمحبه قال لهم الله انا كنت اتمنى اي معسكر عملي لي معسكر في النادي في مدينه اسمها العوالي، ودلوقتي جايين ما استعملوا معسكر، يعني شوف ازاي المدرب الاجنبي. فهذه طبعا صوره لي مع جلاله الملك الله يحفظه، بقدم له كتاب عملته ملك ومحبه شعب، يعني انا عندي كتاب بعض الكتب اللي عملتها اسمه والله زمان بيختص بالرياضه، لكن ده عن جلاله الملك الله يحفظه. فلا مكان. وعلى فكره الملك اللي اعتقد يمكن الملك الوحيد على مستوى العالم كله اللي مسجل في كشوفات اتحاد كره القدم ممارس كره القدم لما كان ولي العهد. ممارس. في فرقه بيلعب رياضي ما شاء الله. يعني فروسية، جولف، تمرن ملاكمة فترة من الفترات، كرة قدم، يعني كل حاجة الحمد لله. يعني هذه دليل الطفرة اللي حصلت في الرياضة البحرينية طبعا منذ تسلم. طفرة كبيرة طبعا. والحمد لله نعم. وده زي ما قلت لك فرقة أنا بالمناسبة جبت الصورة دي من فين؟ شفت بقى؟ هذه دورة أولمبياد أتلانتا عام 1996. دي الصور دي لها ذكريات كبيرة طبعا. أنا شاركت في 6 دورات أولمبية، 4 كصحفي و2 كإداري. عندك أرقام أولمبية كبيرة أنت. ودي في فرح ابن الكابتن هنا حمزة بتوع الفولي، و2 حمادة صدقي والكابتن فتحي.
الكابتن فتحي على فكره من الناس الاهلاويه اللي عملوا شغل كبير في ابو ظبي. طبعا يعني ما اشتغلش في البحرين لكن اخذني دي الصوره في ذكرى الزواج اللي طبعا تربطني علاقات وطيده مع الكابتن هنا حمزه وزوج او ابو زوج بنتها اللي هو الكابتن ضياء السيد. فكان فرح اهلاوي لكن شاركني فيها. انت كل علاقاتك متشعبه في الاهلي اكثر. والله في انا نسيت على فكره اكلمك عن الله يرحمه الكابتن او الاستاذ او نقدر نطلق عليه دكتور نعمان صبري. نعمان صبري ده حاجة يعني أقول مهما تكلمت عنه مش هقدر أدي حقه. أول مدير للجنة الأولمبية البحرينية وأعتقد كان وكيل وزارة الشباب والرياضة في مصر. يعني عشق لا يمكن تتخيله للنادي الأهلي وانعكس حبه للنادي الأهلي على فرقة المحرق لأنها كانت بتلبس أحمر. فيوم ما تشوف ماتش المحرق بتشوفه في الملعب ويزعل لما يخسر المحرق. هو روح الفانيلة الحمراء على طول. مشكله مشكله. لكن يا استاذ دعمان يعني ايه اللي خلاك تحب الفانيلة الحمراء؟ اعمل ايه؟ فالراجل ده يعني اكيد انت ما لحقتوش يمكن. لا ما لحقتوش للاسف. لكن متاكد يعني الناس اللي في النادي الاهلي بتترحم عليه وفي مصر كمان لانه طبعًا. شخص طبعا القامات الكبيرة دي شخصية طبعا شخصية لا يمكن تتصورها من طيب من العمل الإداري المتمكن. وهذه من الأشياء اللي أنا أزعل عليها في مصر. طيب الزملاء الكتير والأصدقاء الأهلوية وحضرتك خاصيت الدكتور مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس ذكرياتك معاهم احاديث كلام عاد مصطفى عبده بالذات صاحب نكته وانتم عارفينه المجري معروف ربنا يديله الصحه وبعدين ما شاء الله لك لعيب وككابتن يعني دول ناس ما تتكرر صراحه الروح ناس ما تتكررش الروح والولاء اللي كان موجود فيهم لا يمكن يتكرر. انا دلوقتي يعني بتابع طبعا الكره المصريه في حاجتين مزعلوني هذه بطولة أندية أفريقيا ده أهداف للكابتن مصطفى عبده مصطفى عبده بطولة الأندية الأفريقية ده شال الكاس هو مرة في 84 ولا كابتن مصطفى يونس لا هو اللي كان الكابتن مصطفى عبده وشال أنا بتكلم عن منتخب لأنه هو كان في لوس أنجلوس أيضا الجيل ده وصل لوس أنجلوس من اللعيب اللي كان طبعا دي لقطات بقى للأجيال العظيمة والكبيرة أنا شفت من كم من يوم لقطات يا كابتن حق الكابتن محمود الخطيب صراحة يعني لعيب أظن أعتقد ما مش ممكن يتكرر يعني وامتداد لما يحصل دلوقتي في الأندية الكبيرة يعني بايرن ميونخ رئيسه لعيب الخطيب يعني في ناس أندية متمسكة بالقيادات أنا على فكرة إذا سمحت لي يعني تفضل سعيد بالطفرة اللي حصلت في النادي الأهلي سعيد لسببين يعني اولا ان محمود خطيب جه مسك يعني كرئيس رغم ان ما اقدر انكر دور المهندس محمود طاهر لكن اللي شفته انه ولا سمعنا اي مشكله كان حصلت كان امور عاديه في النادي جيل بيسلم جيل والكل بيخدم النادي ابدا يعني ما سمعناش خالص اي حاجه او اي خلاف ولا تسمع ما تقلقش ده النادي الاهلي لا بعدين هقول لك حاجه مش واخد انت على الكلام ده انا اكيد لا موافق اكيد لا مش واخد على الكلام ده لا مش واخد طبعا ما تجرنيش في ماشي مش هجر لكن اللي عاجبني انه الروح للاهلي موجوده في الكل وحتى الصحفيين يعني الصحفيين الاهلاويه طول عمرنا ما عمرنا سمعنا اي مشكله حصلت مثلا في النادي الاهلي هوب منشوره في الصحف فدي بعد حتى تاكد ولاء وانتمائهم الصحفيين الأهلوية وتعصبهم يعني ما بينشروش القسيل برا يمكن هي كلمة مبادئ النادي الأهلي وجيل بيسلم جيل كانت مقلقة البعض لكنها مطبقة فعلا وحضرتك اديت مثل كبير انتخابات النادي الأهلي الأخيرة جيل بيسلم جيل بمنتهى الاحترام والحب وصفحة بتفتح صفحة جديدة مع الهداف طبعا الكابتن محمود الخطيب لأهدافه بتتعرض قدامك وبعدين في حاجه كويسه تشرفت ان ازور النادي الاهلي فرع الجزيره شفت فيها حاجه
يعني سيبك من الكورة وسيبك من الحاجات الثانية، شفت المباني بتاعت السباحة حمام السباحة روعة. وأعتقد ما فيش في أي مكان يعني الموجود في حمام السباحة في النادي الأهلي في مدينة نصر، ما أعتقد موجود في أي مكان. ويا ريت إذا الجماعة عندهم على أساس الناس اللي متابعانا وعارفة، يعني يمكن كثير ناس مش عارفين إنه النادي الأهلي يعني بطل في كل الألعاب. النادي الأهلي طبعا بطل في كل الألعاب، في ثلاث مقرات جاهزين، في مقر رابع إن شاء الله في التجمع هيكون أفضل كمان يعني، ومقر وإضافة كبيرة. ويمكن المجلس كابتن محمود الخطيب ومجلسه الجديد، وادي طبعا اهي الصور الانشاءات يمكن مجلس بروح الفلينة الحمراء. شوف ما شاء الله المنطقه طبعا. المنطقه دي يعني يمكن اكبر من استاد كره قدم طبعا. صراحه عجبت فيها، وده في من مدرب سباحه ثروت كان عندنا بيشتغل في البحرين في الخطوط المصريه، دعاني ورحت له لبيت الدعوه. بس صراحه سعدت باللي شفته. شوف يعني ما شاء الله. لا وهتسعد كمان بس وكمان بس كل ما هتيجي هتسعد، لان هتشوف حاجات رائعه جدا. بس يا ريت يتعمل حمام مقطع، لان يعني زي دلوقتي صعب شويه بالنسبه حق الشتاء، لكن يا ريت لو يتعمل حمام مقطع راح يكمل الموجود. في جزء اجتماعي وانشائي موجود في برنامج الانتخابي لقائمه الكابتن محمود الخطيب، ويمكن مجلس الاداره قرر انه يغطي حمامات السباحه اللي موجوده في مقرات النادي الاهلي. من كلام حضرتك ده انا باكد لك ان حمامات السباحه تبقى فيها حمامات مغطاه، وهيبقى فيها كمان يعني تطورات اكتر من كده الفتره الجايه. والله ان شاء الله، وانا اتمنى كل الخير. طبعا شوف لما يكون الخير للاهلي يكون خير لمصر. انا مش عاوز اقول لك انا بحب البلد دي قد ايه، لكن اتمنى لها كل الخير. اتمنى حتى انكار الذات، يعني الله يعطي الصحه والعافيه اللي قاعد يعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، مو بقريب يعني على مصر وحب المصريين، لكن لازم يصير في تكاتف طبعا. يعني انت تخيل يعني اي حاجه تحصل في مصر الناس بتزعل، مش في مصر، حتى في الدول العربية. ده فضل مصر على الدول العربية والأفريقية لا يمكن يتنسي. يعني أنا مش زي ما قلت لك مش متذكر في السياسة، لكن في أحد يا كينية يا حاجة كان رئيس بتاعها مراته مصرية. غانا نكرومة. نكرومة. يس غانا. كان طبعا. فأنت واصل منتشر في كل مكان، لكن البلد دي يعني مصر منتشرة والأهلي في كل مكان. الأهلي في تحديدا كل مكان تحديدا برنامجنا. علشان كده عايز أقول لك يعني يمكن الكلام اللي حضرتك دايما بتتكلم في الرياضة والعلاقات اللي موجودة بين البحرين وبين الأهلي، وجودك وحبك الكبير اللي أنا شايفه للبلد وللنادي الأهلي، لما تشوف مباراة مواجهة يعني السلام ضد الإرهاب، مباراة كبيرة جدا، الأهلي وأتلتيكو مدريد في برج العرب، حاجة كبيرة، وكمان النادي الأهلي بيشارك معاه عدد من اللعيبة العرب، رسالة كبيرة جدا ومهمة. شوف سيبك من الحاجة دي سلام وكذا، للأهلي متعود دائما مواقف معروفة، لكن اللي أنا حابه وعاجبني عودة الجمهور المصري. عودة الجمهور يا اخي، عياس وانا طالب عودة الجمهور. يعني هذه اللي اقول لك، هاي السياسه وما تعمله. يعني الامور دلوقتي يعني اللي عندك انت منعكس على اللاعبين ترى في حاجات كثيره، ان الجيل الحالي ذي الظلم انه ما فيش جمهور. لذلك انت تشوف الحين غير النادي الاهلي ما فيش حد متعود على الجماهير. انت ماتش السوبر اللي في الامارات شفته ازاي ناجح وحينجح طبعا. وسمعت انه النهارده في حضرتك قلت ايه؟ مش عايز الكويت تطلع عشان الملح، علشان الجمهور. طبعا الجماهير هي الملح بتاعت الملاعب. بس اللي عاوز اقوله انه الجمهور اللعيبه دول اتظلموا، لعيبتك الجيل دي اتظلم. يعني معقوله انت وبعدين بتقولي احتراف؟ احتراف ايه؟ احتراف وانت قاعد بتخسر وما تدخل لك الكوره زي ما كانت بتدخل الاول، مش احتراف ده. يعني النادي الاهلي دلوقتي يمكن
السنه دي الاتصالات المصريه هي الفرقه الوحيده اللي مولت كل الدوري واعطتها الانديه، لكن في اكيد في خسائر. يعني انا مثلا ما اسمع للنادي الاهلي الا كم بعد التدقيق وكل حاجه 50 مليون وفره في مبالغ 50 مليون جنيه او اكثر تقريبا رقم الوفره الماليه في مجلس اداره النادي الاهلي. لا، في لجنه مجلس الاداره شكل لجنه ماليه هتجرد كل حاجه وهتعلن بشكل واضح جدا تقريبا الاستلام حوالي 50 مليون لسه ما نعرفش. معلش بس في ظل الظروف اللي بتعمل فيها انت صعب ان انت تدخل لك مبالغ. طبعا يعني النادي الاهلي كان مثلا اكثر تركيزه على الماتشات الكوره. طبعا فدخل لك مدخول كبير وفي داخل على 19 لعبه موجوده في النادي الاهلي وخدمات اجتماعيه بالنسبه وفرع جديد. بالنسبه حق ماتش اتلتيكو مدريد ده بيذكرني في ايام السبعينات والثمانينات لما كانت الفرق المصريه بتجيب الفرق. طبعا سيبك من الستينات هذه ريال مدريد وويست هام والفرق، بس بعدين مونشن جلادباخ الفرق يعني كثيره جو. طبعا ريال مدريد طبعا جه لعب مع الاهلي برشلونه وريال مدريد برشلونه جو. دلوقتي فيه لكن انت لازلت الان يعني الجماهير، مع ان انا ما احبش كلمه الالتراس لكن قاعده تظلم اللعيبه. يعني اصبح الخوف مسيطر ان انت مش قادر تجيب جمهور بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت قبل سنتين او كذا. ف يعني الجماهير جماهير ايا كانت مسميتها التراس او جمهور عادي، في الاخر كل جمهور بيحب النادي وعايز يقدم افضل حاجه للنادي. اكيد يعني وهذه جزء من منظومه الاحتراف. يعني المدخول من الجماهير جزء من منظومه الاحتراف. يبقى انت دلوقتي تقدر تقول الاحتراف فاشل عندك. وبعدين انا ما اعرفش تأيدني في الراي ولا لا، اصبحنا يعني انا اعتبرها يمكن نقطه ايجابيه او نقطه سلبيه تتفهم زي ما هي. النادي الاهلي كان الاول اللعيب طبعا شكل الجماهير يعني ما كانت موجوده في السوبر. النادي الاهلي يا كابتن كانت كان بيطلع لعيبه على مستوى يعني ساعات الان اختفت كلمه ابن النادي الاهلي. انا مش هوافقك عليها قوي لان الفتره فاتت ممكن يكون ده، بس لكن هم بقيتهم موجودين في احمد حمدي طبعا لعيب صاعد من النادي الاهلي. نتمنى انا في عدد لعيبه هتشوفها، لكن رسالتك واضحه جدا ان اكيد لازم النادي الاهلي يكون ابنائه موجودين زي ما شفنا يعني حسام عاشور وعماد متعب. لا الحين بقول لك يعني اصبح الولاء للماده اكثر من الولاء للنادي، ودي كلمه غلط. يعني احنا يمكن هي انا اقول لك هي ممكن تنجح في ماس الاحتراف ينجح، لكن متى ما شوف الملعب حلو قد ايه. هاي في الامارات طبعا هاي مال كاس السوبر، وحتشوف السنه دي طبعا. وايه كان الماتش في مصر مش كانه في الامارات بالظبط. يعني اللباس الاحمر الفانيلا الحمراء والفانيلا البيضاء بخطين وكل الجماهير لوحديهم وبس بيخرجوا. السوبر المره دي اللي طبعا الاهلي والمصري طبعا فحيكون مختلف، لكن في هيكون مليان. في انا قلت لهم في كاس العالم حزنت على حاجتين، حزنت على خروج الاهلي لان عارف ان الجمهور المصري في الامارات كان حيعمل ايه، وحزنت على خساره الهلال. يعني كانت حتعمل طبعا يعني يمكن هم باتشين الفاينل والسيمي فاينل الجزيره اللي قدم مستوى يشكر عليه يمكن امام ريال مدريد، يعني احرج ريال مدريد حتى الرمق الاخير. لكن يظل انه في حاجات يعني مطلب اساسي دلوقتي لازم عوده الجماهير، ولو انا متاكد ان المهندس خالد عبد العزيز بيبذل مجهود كبير في حتى هذه. لكن طبعا الامن طبعا في ظروف كثيره وان شاء الله لا، وتكون عندك تكاليف الامن وما اعرف ايش كثيره اكثر من يمكن لما انت عاوز يعني لان انت خايف في اي لحظه. فصعب الظروف انها تكون يعني تعيدها، لكن انا اتمنى عوده الجماهير ويكون له دور ان شاء الله في احياء الملاعب، احياء ميزانيات الانديه ايضا لما يكون في مدخول. في كلام كتير عايز اتكلم مع حضرتك والقعده مع حضرتك الوقت بيجري بسرعه جدا، لكن لو حابب حضرتك تقول اي حاجه قبل ما اشكرك. وانا طبعا سعيد جدا لحضرتك معايا النهارده. انا اولا طبعا احب اهنيكم بمرور ذكرى مرور 10 سنوات دلوقتي تقريبا على القناه، ودي خطوه تتحسب للنادي الاهلي بالاضافه للخطوات اللي بيعملها.
عشان تعرف ان احنا مش متعصبين يعني خالص. انا عجباني روحك بصراحه وادائك. انا قلت لك يا كابتن انا بحب مصر، فحبي لمصر يعني انا الجروب اللي معانا كلهم صحفيين وعلى مستوى يعني منتدى تماس اسمه، فيهم ناس من عمان من البحر. يعني ساعه ما الاهلي يكسب انا ماسك التليفون ها مستني. اول واحد بيكلمك لما الاهلي بيكسب مين؟ كثير والله جواتي كثيرين يعني كان قلت لك يعني مثلا معالي الشيخ عيسى بن راشد من البحرين من مصر، يعني كلهم انا اكلمهم مش هم يكلموني. يعني عندنا الاخ اشرف محمود، عندنا جماعه كثير بتحب الاهلي. يعني شوف شعبيه الاهلي ما حد يختلف عليها، وبعدين النتائج والاستقرار بيديك انطباع اكثر، اريحيه اكثر. يعني انت ما تقدرش تقول ان في جيل ما يعني الجيل اللي ما يتكرر، انا قلت لك عليه الكلمه دي مختلفه في الاشياء الفنيه، لكن كجيل بطولات هذا انت ما شاء الله حتاخذ دلوقتي النجمه الرابعه على 40 سنه، فاضل خطوه واحده وتاخذ النجمه الرابعه، صح ولا لا؟ طبعا ان شاء الله. وهذه انا كابتن من الاشياء اللي اقولها حتى حق نادي المحرك، كنت اتمنى دائما اقول لهم ما حدش عمل اللي عملتوه غير النادي الاهلي المصري. او انتم حتلحقوا النادي الاهلي المصري ان تحطوا النجوم اللي بيعتز فيها اي فرقه تاخذ البطوله. استاذ ناصر محمد ناصر شرفتني، كنت ضيف مش ضيف بقى صاحب مكان في بلدك التاني مصر وفي قناه النادي الاهلي. الله يخليك وانا سعيد يعني وان شاء الله اكون يعني الناس اللي ما يعرفوش ناصر الزملكاوي يعرفوا انه هو بيحب حاجه اسمها مصر وبيتمنى الخير والتوفيق لهذه البلد، ويتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اللي اسمه عن حقه حقيقي نادي القرن. شكرا لحضرتك شرفتني ونورتني. الله يخليك. شكرا. شكرا لكم كل جماهير ومشاهدي قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. سعيد وبتشرف ان انا موجود على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن بقول لكم اول ما طلعت واول ما يعني الكاميرا جت عليا وانا بعمل الانترو والمقدمه قلت لكم وحشتوني، لان بجد وحشتوني التواجد داخل قناة النادي الأهلي بقيمتها الكبيرة وبجماهيريتها العظيمة. شرف لأي حد إعلامي يكون موجود على شاشة قناة النادي الأهلي. الفترة دي زي ما اتفقنا فترة مؤقتة، في طموح كبير، في أفكار كبيرة، في أحلام كبيرة هتكون ملموسة على أرض الواقع في الفترة المقبلة، في تحديات كبيرة، في فترة انتقالية. طبعا الاساتذه الكبار حاطين خريطه محترمه جدا هتطبق الفتره الجايه، الاستاذ حامد عز الدين، الاستاذ ايمن بدره، الاستاذ محمد القوسي، الاستاذ عصام شلتوت. ان شاء الله الفتره الجايه نشوف اللي بتتمنوه واكتر على شاشه قناه النادي الاهلي. انت اللي هتغني يا منعم لما تقال لي، انت اللي هتطلع تقدم وتتكلم عن البرنامج. جبت هدومي وجبت بدلتي وجيت قدمت حلقه محترمه جدا. اتمنى ان شاء الله اكون متواصل معاكم في الفتره الجايه. الاهلي في كل مكان ان شاء الله بعد قليل هتسعدوا ببرنامج محترم لزميلنا الكابتن محمد فاروق سعد اللي هيكون معاكم النهارده وليله المباراه والحديث عن الاهلي ودجله. الف سلامه.